اذا قلنا ان حسين المسقطي الله يرحمه بدا زين اول منتج في البحرين اللي هو كان ورق الحمام، وبدا في السبعينات اول منتج اللي هو كان مناديل الورق زين دلمن. الناس ذيك الايام ما كانت حتى تعرف شنو هذا المنتج، حق شو تستخدمه. فكان هو دخل وكان في نوع من التحدي ونجح فيها، كان صادراته مره ثانيه اغلب شيء كانت تروح للكويت. جو لي شركه امريكيه وقالوا احنا نبغي، طبعا صار في نجاح عند موجود بنى المنتج وتعب عليه، وكنت انا دائما فخور اقول والله شلون هو بنى هالمنتج هذا. فالشركه قالت لنا نبغى تشتغل ويانا بس تبند انت الدلمون وتسوي الماركه مالتنا، كانت ماركه يسمونها في. رفض وقال انها تعبت على المنتج، وانا بالنسبه لي كبرت يعني كبر في عيني والله هو تعب على هذا المنتج سواه زين ونجح فيه، صار تحدي. هذه تشوف انت موجوده عند الكل، او في البحرين في يعني شيء طيب يحبون انه والله هذا منتج صناعه بحرينيه.